امرأة حامل في الشهر الثامن، وقد قرر الأطباء إنزال هذا الجنين لأنه فيه تشوه. السؤال: هل على الأب والأم شيء في ذلك إذا قاموا بإجهاضه؟ إيه نعم، لا يجوز لهم هذا، لأن هذا قتل نفس، لا يجوز. لكن إن كان على الأم خطر، على حياة الأم خطر، فلا بد أن يقرر الأطباء ذلك، ويرسل تقريرهم إلى اللجنة الدائمة للإفتاء وينظرون فيه، هو بصير على طول يلقى، ولا للأب ولا للأم ولا للطبيب أنهم يلقونه إلا بفتوى من أهل العلم. نعم.